هاي، أنا راندا بشتغل في مسرح ستارة، والنهاردة هنرسم شوية تعبير وش مختلفة، بس بما إنه شم النسيم فهنرسم على البيض. في ستارة بنستخدم أنواع كتير من العرايس، فيعني إحنا ممكن نحرك أي حاجة ونخليها تتكلم معنا. تيجوا نجرب نعمل دبل بيض. تعالوا نبدأ بأحسن تعبير اللي هو فرحان. انا مبسوطة قوي ان انا بيضة وعندي كمان اصفر من جوه. ودلوقتي تعالوا نرسم بيضة زعلانة. ايه يعني اللي حلو في تكون بيضة كل شوية تسلق ضرب بعمل اومليت؟ نفسي بقى قطة. دلوقتي تعالوا نعمل تعبير الغضبان. اياك تهرب مني، اوعى تسلقني، اوعى تضربني. مش عايز قطط، مش عايز قطط هنا. دلوقتي تعالوا نجرب لو هنعمله خايف. لا لا ارجوك ما تسلقنيش، ما تسلقنيش، ما تاكلنيش، ما تاكلنيش ارجوكي، ما تاكلنيش، انا خايف. دلوقتي تعالوا نجرب لو هنعمله زهقان. عادي يعني كلنا بيض مملين قوي القطط دول. ملل، نفس البيض كل يوم. تعالوا دلوقتي نجرب لو عايزينه يبقى فخور قوي. انا احسن بيضة في الكرتونة بلا شك، يعني مفيش احسن من البيض. برافو عليكم. ما تنسوش تبعتولنا اي صور لاي تعبير رسمتوها على البيض في شم النسيم، واتفرجوا على الحلقات بتاعتنا كل اسبوع على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانستجرام.